الساعة 2:30 حضر السيد محمود فوزي عبد الباري الممثل القانوني لطالب الترشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، وقدم طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبرفقته المستندات المطلوبة وفقا لصحيح القانون. والآن ومن ضمنها ومن أهم المستندات التسكيات، وكان عددها 424 وتم حصرهم بالفعل 424 تسكية من أعضاء مجلس النواب، وعدد من التأييدات بيتم حصرهم في الخلف 1,130,000 ويزيد، يعني ما زالوا قيد الفحص والحصر، وسيتم الإعلان مع القائمة المبدئية بالعدد اللي تم تقديمه بالفعل. واللجنة ما زالت منعقدة، هي بتنهي عملها في اليوم الثالث، وما زالت منعقدة وفقا للجدول الزمني حتى يوم 14/10 إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وإحنا بنجدد كل يوم مع حضراتكم بأي جديد بيتم إعلان عنه في حين. شكرا جزيلا، وبننهي اليوم الثالث إن شاء الله بعد إذنكم. شكرا.